أحسن الله إليكم. تقول في سؤالها الآخر: هل السؤال على أي أحد أو معرفة أحد يعد من الغيبة أو النميمة؟ كأنما تريد حدود المسموح والممنوع في الغيبة والنميمة. السؤال عن أحوال الشخص والتعرف عليه بغرض صحيح لا بأس بذلك، أما السؤال من باب استطلاع أحواله والتعرف على أموره المستورة التي لا يحب أن يطلع عليها هذا أمر لا يجوز، لأن هذا من تتبع عورات المسلم. نعم.